الو، ايه يا امي؟ لك يا امي اللحم غالي والدجاج غالي. خلص خلص، رح اجيب حبوب، رح اجيب حبوب. شو بدي، بيهوينا الله، رح اجيب حبوب. يلا لا اله الا الله يا زلمه، جينا نكحل يا عمينا. رح تصير الحبه بدولار دولار دولار رح تصير. الو، ايه امي؟ يلا ليكي بلا غدا بلا غدا كالعاده. هيدا اللي عم نسمعه ونشوفه باغلب محلات البقع، قريبا كالحبة بدولار، يعني ما بقى في أكلة فقير بهيدا البلد. اللحمة مستحيلة، الدجاج صعب، والحبوب مش سهلة. الأسعار ترتفع في بورصة جنونية دون حدود أو قيود، والمزيد نسمعه من أصحاب المؤسسات البقعية. في شيء رخيص اليوم، اليوم بدي أقول لك مثلا العدس كنا نجيب مثلا دولار، السنية دولار ونص علينا اليوم، دولار صرف. أنت بتعرف الحمص مثلا كان دولار وعشرة، دولار وثلاثين سنت. يعني الفقير ما عاد فيه ياكل شيء، لا بعد فيه ياكل لا حبوب، ولا بعد فيه ياكل لحمه، ولا بعد فيه ياكل دجاج، ولا في شيء. ولا اني كما بقول الدولار كما كان طالع، الدولار السنه نزل، بس كمان ما حدا عم التجار بعدها هي زيتها، يعني لا عم ينزل اسعار ولا عم يتشحر ولا شيء. هلا نحن بنقول بدنا نرجع البضاعه، بنيجي الفاتوره بنرجع بنرجع له البضاعه، بنرجع بنضطر بعد جمعه نرجع ناخذ البضاعه، يعني هي زيتها ما تحكي واقف، ما في شيء عم ينزل. نحن عم نجيب الكيلو العدس المختوم عم نفتحه وعم بيعه نص كيلو و200 جرام و300 جرام بالكيلو. يعني شو بدي احكي لك، السكر نفس الشيء، كنا نبيع مثلا 5 كيلو، هسه نص كيلو وكيلو، يعني عم يحطوا الغرض بيتركوه بفله. هي ما عادش مثل الاول. حتى بدي احكي لك عن البيض، أسوأ شيء البيض، عم ياخذوا بالبيضه وبالبطين، يعني محل مثل هذا بدك تبيع بيضه وبطين، شو الشغل هذا؟ يعني اساسا نحن عم نخسر كمان، ونحن مش مبسوطين بالشغل. يعني انا قدران سكر هسه اليوم وفل من هالبلد، انا هسه قدران سكر وفل، مش قدرانين على اني العالم بديوننا وبدي شغل، لا مبين لا في اقبال ولا شيء، يعني العالم فيش معه مصاري بالمره. يعني مثلا عم نجيب العشر كيلو عدس عم يقعد عندنا شهرين. يعني بالوقية بالنص وقية وبالفش كيلو، كيلو صعب يعني، إلا اللي معه مصاري بياخد كيلو عدس اليوم. والله العظيم بكرة بدي يقولولنا أعطونا حبة فصولية وحبة رز، إنه ما عادش في شيء، ما عادش في شيء رخيص. يعني أقل شيء عم بقول لك دولار. طب شو بعد في دولار؟ يعني دولار هلا بقولوا لك كله مستورد، صدقني نص البضاعة هي صناعة لبنانية، وكله بقول لك مستورد. هذا بقول لك مكتوب عليه استرالي الكيس، هو مش مكتوب عليه شيء. هذا بقول لك كندي حمص، كندي واسترالي العدس. معقوله في تزوير حتى؟ هلا كله مزور، وبيجيبوا لك من تركيا. حتى تركيا كيف صارت بسعرنا هون، تركيا صار ارخص من عندنا كمان، عم بيجيبوا من تركيا السنه ارخص من هون او بسعرنا. صار هي زيتها يعني. سعره زي هي زيتها، بس اقول لك هي اجنبي، كله اجنبي، كله صناعه يعني شو. لازم يكون في رقابه اكثر. اكيد 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 لازم يكون في رقابه، وحتى حدا عم يطلع اليوم لا في اقتصاد ولا في دولة ولا في شحار. وين الدولة؟ وين الدولة؟ من 40,000 كمان ينزل يجي يطلع، ما خربوا لنا بيتنا كمان. نحن يعني التجار، نحن مبسوطين، نحن نشتري على 40 و500 قبل بيوم وثاني يوم بقول لك 37. الناس اوقات بتتهمكم كتجار. نحن كتجار نحن مش قادرين نسكر. لو قادرين نسكر قسما بالله نسكر، مش قادرين نسكر. السنة اصعب من هذيك السنة. هذيك السنة كانت العالم معه مصاري شوي ضابي، هذا اللي عنده حلق، عنده ذهب، عنده شيء، هلا كله مبيع. التسعير بالدولار، رزق الله ايام الليرة، ايام ما كان كل شيء بالليرة، هلا الدولار سيد القرار. واذا الحبوب كمان رح تصير على قائمة الامنيات، شو اللي خلوه لهالشعب؟ الو، ايه امي؟ يلا ليكي بلا غدا بلا غدا كالعادة.